مشاهدينا بنرجع الى مطبخ الجسر مع شيف محمد السواح. مساء الخير شيف. مساء الخير. اهلا وسهلا. على طول في الوان بالاكل اللي بتحضره، مثل كانه باقه من الزهور شيف، فاليوم شو هي هالباقه اللي محضر لنا اياها؟ والله هم ثلاث باقات مش باقه واحده. ثلاث باقات، اوكي. حنعمل ابيتايزرز هيلثي النهاردة، كل حاجة صحية. هنعمل ثلاث أنواع سلطة. كل حاجة صحية. ما في زبدة، ما في شيء إلا شوية. لا. أوكي. زيت زيتون وكل زيت حاجة يعني very healthy. You can eat as much as you want. أوكي. هنبدأ بإن إحنا نعمل كينوا سالد. كينوا سالد. الكينوا بتيجي أنواع، في الأبيض وفي الأحمر وفي الكينوا السوداء. أنا بخلط الثلاثة مع بعض. وبعدين بسويها نسبة يعني كوباية كينوا على كوبايتين مية. أوكي. وبعد ما بتتسلق أسيبها تبرد. وبعد كده بنبدأ نحط عليها بقية الانجريدينز بتاعتها. أوكي. بنحط الكينوا الأول. وبعدين بنبدأ نحط بيبرز. أوكي. كولر يلو بيبرز. الكينوا يعني حديثا صرنا نسمع فيها ونشوفها موجودة بكل الطبقات. دي حقيقة. شو الفوائد تبع الكينوا؟ أولا قيمتها الغذائية عالية جدا، فيها كمية بروتين عالية جدا. وما فيهاش فات. أوكي. خالص صحية. يعني تحطي الألوان الفلفل. على طول هو حلو يكون في ألوان بالسلطة، وخاصة إذا أجت من الفليفلي. وبعدين بنحط اوكي ريد اونيون، ريد اونيون، بصل احمر. اوكي كله هيك منست ومقصوص مقطع بطريقه صغيره. وبصل اخضر. يلا طيف البصل بهالسلطه. وبعدين بنحط زبيب. اوكي ريزنز كله. اوكي راح تكون الدريسنج تبعها فيه هيك سمثينج سويت كمان. وبعدين بنحط الدراي كرامبري. اوكي وبعدين بنحط شويه الموند. اوكي توستد. انا السليفرد الموند بيبقى كويس جدا، ما بيبقاش بيفضل كرانشي في. بدك في يعني بدك تاخذ هالكرانشينس بالتيست. وبعدين بنبدا نحط الدريسنج شويه. اوكي زيت زيتون. اكسترا فيرجن اوليف اويل. اوكي وبعدين ترياكي صوص. ترياكي صوص. اوكي وبعدين خل التفاح. خل التفاح. ابل سايدر فينيجر. ابل سايدر فينيجر. انترستينج. اوكي شويه بلاك بيبر. اورايت فلفل اسود. ملح اكيد. ونبدا ان احنا نخلطها. اوكي يعني السلطه كثير هينه، إذا الواحد بس حضر المقادير في يعملون، في يعمل دريسنج على جنب شيف ويقدر ياكل سلطة. It's healthy. هو بس التقطيع. هي التقطيع يلي بياخذ وقت. بياخذ وقت طبعا. اكشلي رح جرب هيدي السلطة أنا شيف، كل ما بنكون في بحلقاتنا دغري تاني نهار بروح أطبق الريسيبي تبعك. فاليوم هيدي السلطة أكيد أكيد رح أعملها. أوكي. لأنه something healthy. healthy. أوكي دلوقتي هي جاهزة على التقديم. إذا بعزبك ممكن. يلا أنا بساعدك بزينة السلطة. مالا؟ أوكي. ريحتها كتير 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 حلوة. Very good. شو رأيك أنا دوق أنت وعم بتزين. أنا بدوق هيك شوية صغيرة منها. أوكي وقولي لي رأيك. ما بعرف، ما في كلمة تانية لإلها غير أكلة. عن جد ممكن تبقى وجبة كاملة يعني، في نفس الوقت ما فيهاش سعرات حرارية خالص. لأنه الكينوا فيه بروتين ومغذي. Very good. أول طبق. هيدا أول طبق. أوكي وين بدك ساعدك شيف نقول لك إيه؟ أنت بتزبط الأمور. أوكي وبنبدأ نعمل النوع الثاني من السلطة. شو هو النوع الثاني من السلطة شيف؟ النوع الثاني هو جريك سالاد. جريك سالاد. أوكي بنبدا بالفيتا تشيز. اوكي انا مقطعها الجريك سالاد، المفروض انها تتقطع حتت كبيره شويه، بس انا مقطعها صغيره علشان تبقى اسهل في الاكل والتقديم بتاعها بيبقى مختلف شويه. اوكي خيار. خاصه انك عم تحضر كميه كتير كبيره يعني. البندوره. طماطم. 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 اوكي
اوكي. في ضروري الطماطم الصغيره يعني شيري توميتو او ما بيأثر؟ ممكن تستعملي اي طماطم، بس الشيري توميتو الجريب توميتو بيبقى شكلها حلو وبتدي طعم حلو. اوكي. سلايس اوليف زيتون. اوكي الزيتون الاسود. وبنحط شويه بقدونس وبنحط فلفل الوان برضو. اوكي. Very good. هلا في تراتبيه للانجريدينتس شيف؟ لا او لا لا، لان كله بيتخلط مع بعضه. أوكي. لا أوكي. هو سؤال كويس بس طبعا كله بيتحط على بعضه. أوكي. بصل احمر. اوكي. وبنحط شويه زيت زيتون. شويه زيت زيتون. وشويه عصير ليمون. اوكي. بهيدي السلطة سلطة الكينوا شيف اخذنا طعمة هيك الحموضة، اخذناها من الفينيجر. من الفينيجر صح. من الابل which is very good كمان. وده بنبدأ نخلطه. شكله حلو. ما يعني هلا انت طبعا شيف، بس انه الست البيت اللي بالبيت ما بتخاف هي وعم تخلط انه مثلا الفتا تشيز جت هيك مشي؟ لان بيتوقف على نوع الفتا تشيز. لما بتعملي الجريك سلاد بتجيبي الفتا تشيز التشيز الهارد بيبقى للدبل كريم ما ينفع، هتبقى طبعا بيج ماس يعني. بالظبط بالظبط. ممكن الطبق الثاني على طول to be on the safe side. شيف فينا نزين الطبق سلطة بالخس يعني شوية خس. هنا أنا هعمل شوية ديكوريشن مختلف. أوكي. أنا على طول I look forward for your decorations. أوكي. بجيب الفلفل ده ممكن يكون ده عبارة عن البول اللي أنا حسيرف فيها السلطة نفسها. أوكي. بنعبيها. كتير حلو الفكرة. وبنحطها على السايد. اوكي. ممكن تكون الـ التقديم كله بالشكل دوت بالفلفل. بالفلفل. في يعني بتكون هي الـ individual serving لكل واحد بيبقى الفلفلاية بتبقى هي دي الابيتايزر بتاعه. اوكي. وانا ماي سيرفينج بيكون بهالطريقة. I serve myself. اوكي. الطبق نفسه. وقولي لي رايك. Very refreshing. You can't go wrong مع الجريك سالاد والفتا تشيز. بنعبيهم. اضافه الالوان يعني رئيسيه. بنكمل الباقي. اكيد. جميل جدا. في الواحد شاف يعمل سفره من السلطات. طبعا طبعا عدة انواع سلطات وبتوصل يعني ل دي ممكن نسيرف معاها شويه بريد ستيكس. اوكي. وده النوع الثاني. والف صحتين. في نوع فاضل الثالث الاخير. أوكي. يلا شوف انا شيف بعرف انقل اطباق ما رح وقعه. اوكي. اوكي يلا فرجينا النوع الاخير. النوع الثالث بنجيب تونه. اوكي. التونه بتبقى في تونه في ميه ما تبقاش في زيت. اوكي. بنعصرها كويس. وبنحطها. اوكي. بنعصرها كويس قوي عشان ننزل منها كل الاكسس ميه اللي فيها. أوكي. عشان تبقى دراي. اوكي. وبعدين سلري. بنحط عليها سلري كرفس. اوكي. وبعدين بنحط عليها البلاك اوليفز. طماطم. طماطم. بقدونس. والفلفل الألوان. بصل. سكاليون. بقية الفلفل. وبعدين مقطع أفوكادوس. هضيفها على على الخلطة. على الخلطة. اوكي. في طريقة لتقطيع الافوكادو او دايس بيكونوا يعني
أنا بقسم الأفوكادو اتنين وبعدين بعملها مربعات بالسكينة وبسكوبت أوت بتطلع الكيوبس. أوكي. طبعاً الألموند هنا نسينا نحطه فوق الوش على الكينوا. وهنا ورق العنب ده بيتحط طبعاً تراديشنال على الجريك سالاد. الجريك سالاد. أوكي. فوالا. بنخلط ال بدك كفي انا شيف انت أوكي. انت اشتغل هونيك وانا بحطهم هون اوكي بس ما رح استعمل ايدي استعمل الشوك اديك جلوفز اديني جلوفز امال اوكي يلا بشتغل معك بنخلط التونه الميكس دي كلها اوكي بس هلا شو صار بالافوكا الأفوكادو خلطناها مع التونة ومع كل الخضار وبنحط الزيت كفاية في طريقة بدك حطهم أنا على ذوقي شكليها يعني جمليها تبقى خلاص نايسلي ديكوريتد حجملها من كل ميلة من البريد ستيك يس شفتوا أنا كمان بعرف أشتغل هيدا برهان هيدا مقطوعة ما رح أوكي ما رح حطه اوكي right. نو الطبق الاخير حجيب لك الطبق الاخير لحظه شايف بس انا بكل اناقه بدي اجيب لك اياه اوكي وبنبدا نحط التونه نسيرفت في الطبق وهخلي برضو شويه من الحشو اوكي شو التويك هلا هون التويك هلا ان انا اي سيف القشره بتاعت الافوكادو لان ممكن برضو تكون سيرفت بس في القشره بتاعت الافوكادو نفسها alright وشايفه عندك هونيك تاكوز كمان ده هيبقى برضو بقيه الديكوريشن اوكي بزيد لون اصفر كمان عليها وبعدين ممكن يعني تاكليها مع السلطه مع الأفوكادو مع التونة بتدي طعم حلو جداً والكرافس أكيد يعني بيلبق مع التونة بشكل جميل أوكي آخر واحدة قلب لك الطبق وبعدين شو بنعمل ناخد التاكو شيلز أوكي Stick it like this. Very good. شيف محمد إذا الواحد بده يدوق أطباقك الطيبة وين بيروح لعندك؟ بيروح جرام ماركت. نعمل كيترينج لكل الحفلات في بروكلين. اوكي. وبنعمل سويتس زي البوش دي نويل اللي عملناها المرة اللي فاتت وكل الهوليداي ايتمز. الحلقة الماضية فاتت البوش دي نويل كثير كثير طيبة. كنت اخذتها معي على البيت اكلناها كلها هون باستديو صحتين لك شو حلو هالطبق بالفعل انا شايف الكاميرا مان هلا مثل ما بيقولوا هيك لا لا ايه طالع عبيله هيك ياكل فمثل ما شفتوا مشاهدينا ثلاث سلطات كينوا سالاد الجريك سالاد والتونا سالاد مع شيف محمد سواح ألف صحتين لنا وكل فريق العمل لحظات مع الإعلان ومنرجع من كافي Thank you You're welcome Very good